هذا بتعمله فطاير سبانخ. طبعا هاي معجنات ايش؟ هاي معجنات طبيعيه. هاي معجنات بقربت بيعملوا فطاير على جهاز تقني على سر البوكس ومعايرين الحراره في الفرن وعلى الكهرباء بيشتغل. وهون بتخمروها طبعا قبل ما تحشوها. هون بتريح العجينه. هناك العجانة. هاي المرحلة هاي العجينة. العجينة عبارة عن ايش؟ العجينة عبارة عن خليط من الطحين سكر، خليط من الطحين سكر والملح والخميرة. والخميرة نعم. وبتخمرها قديش العجينة؟ يعني في خلال ربع ساعة تكون خامرة. تكون خامرة. وبتقرصوها. في ثلاث مراحل. هاي مرحلة. هاي مرحلة. هاي الثانية. وهاي الثانية. وهاي الثالثة. وهاي الثالثة. قبل التخمير هذا. قبل الخمير. بتحشوها قبل التخمير ولا بعد التخمير؟ هاي المعجنات. نعم. معجنات قبل التخمير. قبل. بتحط الحشو قبل التخمير. قبل التخمير وبعدين بنحطها. أيوة. هيك. ممتاز. والقرص هذا بتقسموه ولا بيضل هيك بس تقريص؟ هذا قرص الخبز. هذا قرص الخبز. كل شيء بحجم. والعجانة قديش تاخذ وقت لما تعجن؟ بدها ربع ساعة. بدها ربع ساعة. لأي عجينة ربع ساعة؟ لأي عجينة. طيب شكرا كثير. يعطيكم العافية. شوف الماكينة كيف تشتغل. هاي العجينة. هاي بعد ما خبزتوها بعد ما تتخمر وهي محشية. شوف الشاب هنا كيف بيشتغل. هنا طبعا خبز. يعطيك العافية. شكرا لكم. شكرا جزيلا لمعجنات المختار في إربد.